عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد في وصفه من وصفات كويزين عيشه فلاح. شخباركم البنات؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع تحضيرات رمضان؟ نتمنى يا ربي تدخل عليكم الصحه والسلامه وباش تمنيتو ان شاء الله. اليوم غادي ندير معكم شويه ديال المملحات دينيم ازياتيك جداد، مكونات جداد. غتشوفوا معايا المقادير. دونك هنايا في المكونات كنحتاج هنا واحد جوج جزرات بحال هكا مقطعين جوليان، عندي واحد الحبه ديال البصله خضاريه بحال هكا بهاد الحريف ديالها، هنا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، عندي هنا ربعه ديال الدجاج اللي قطعتها هكا اون بغينواز مربعات رقيقه رقيقه بزاف بحال هكايا. الا بغيتو يجيوكم هكايا كتلجوا داك لي ستيك ديالكم ديال الدجاج ومن بعد كتقطعوهم باش كيعطيوكم هاد المربعات اللي قديد هكا بحال هكا مقادين. وعندي هنا 250 غرام ديال القمرون اولا كروفيت، عندي هنا واحد شويه ديال لي زالك الكحلي لي شامبينيون نوار، حبه ديال الفلفله حمراء مقطعه هكا مربعات، عندي هنا لي شو حمر واحد جهد واحد 100 غرام ديال لي شو حمر، وعندي لي شو خضر بجوجهم غادي نديروهم في التوابل، وعندي هنا واحد المربع ديال الشعريه كما كتشوفوا مفزق ومرطب ومقطع مقطع هكا رقاق، عندي صلصه الصوجة في العطريه غادي ندير ثومه بودره وعطريه ديال لينيم معلقه كبيره ديال العطريه ديال لينيم شويه ديال الابزار وسكينجبير، هنا ما ضفتش الملحه لان عندنا هاد التوابل كيكونوا مالحين، عندنا صلصه الصوجة مالحه دونك حتى نشوف القياس ومن بعد غادي نقول لكم واش نضيفوا ديك الساعات على حسب نتوما يا الذوق ديالكم. دونك نبداو على بركه الله، ناخذ واحد الاناء كنوضعوا فيه الزبده وكنديروا شويه ديال الزيت بحال هكا، غادي نضيف ثومه بودره زاد واحد المعلقه صغيره، باش كتنسم ليا ديك الثومه مزيان وكتعطي المفعول ديالها، غنضيف البصله الداريه، هذا غنضيفو هاد الحريف الخضر غنخليه حتى الاخر وغادي نضيفو، ديجا بهاد المكونات هادو البنات ما نعاود لكمش على الريحه مع الزبده مع ديك الثومه كيعطينا واحد النسمه غزاله 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 غزاله. تبعوا هاد المراحل بحال هكايا باش تعطيكم البنه زوين. صافي نتسنى على البصيله ديالي تشحر ونضيف باقي المكونات. هنا كنضيف واحد الراس ديال البرو اولا جوج رويصات صغار هكا، انا حيت مشحره من قبل غنضيف داك القطع ديال الدجاج رقاقين مقطعين رقاقين هكا مربعات رقاق كما كتشوفوا، شوف مقطعين رقاقين غنخلي الكروفيت هو التالي. كنشحروا هذا الشيء مزيان، هنا غير كيطيح عندي داك الدجاج شويه يعني ما كيطيبش كومبليتمون، غادي نضيف داك لي شو حمر، هنا غادي نستعملوا الخضر تقريبا اكثر من اللحوم، غادي نضيف واحد شويه ديال لي شو خضر، غادي نضيف خيزو دوك جوج حبات ديال الجزر والفلفله حمراء والفطر الاسود كل شيء في مره، صافي وغادي نحركوا هاد المكونات نخليهم يرجع ليهم الصاد باش يدبالوا شي شويه. شوفوا معايا اللوينات كيفاش كيجيو زوينين كيحمقوا فيهم خضار، هادو غادي يحمقوا عليهم وليداتكم. صافي نتسنى على هاد الخضيرات ندير التوابل، هنا غادي ندير هذا العطريه ديال لينيم وسكينجبير طري نحركه
مرحبا بهذه المكونات. هنا تشحرات عندي الخضره مزيان، ها هي اللي هبطت. غادي نضيف داك الكروفيت، غنضيف الشعريه، غنضيف صلصه الصوجه واحد جوج معلقات كبار، على ما يتشحروا نذوقوا ونزيدوا الملح. الا كانت ناقصه الملحه غادي نضيفوا الملح، اللهم تكون ناقصه او لا تكون زايده وما تعرفي ما دير. نتسنى على هاد الشعريه هذه تشرب ليا ديك المريقه والكروفيت يطيب ونضيف. صافي غتبقى لي ديك البصله خضريه وشويه ديال لاسيبولي. صافي الحشوه ديالي ها هي دي طابت، كل حاجه كتبقى في اللويين ديالها كما شفتوا. الا ناقصكم الملحه غضيفوا شويه ديال الملحه، انا ضفت واحد شويه ديال الملحه، اولا داك لو سيل شينوا اللي كيعجبو يضيف داك لو سيل شينوا حتى هو كيجي زويون. دونك هنا غادي نضيف هذاك البصله الخضريه فوق منها وواحد جوج معلقات ديال لاسيبولي كتعطينا نسمه زوينه. كيبقاو اللوينات زويونين. صافي غندفي عليهم البوطه ونخلي الحشوه ديالي تبرد وندوزو باش نبداو نعمرو فلينيم ديالنا. هنا غادي ندوزو باش نصاوبو فلينيم ديالنا. كناخذ الورقه الصغيره الحجم الصغير اولا الكبيره كتقسموها على اربعه، ولكن كديروا جوج ديال الربوع. كناخذ هنا، هي من الاحسن تاخذوا هذه الورقه الصغيره. كناخذ لافاكس ديالي كنحط كميه مهمه، كنحاول انني نوزع الخضر هكا بشكل طولي. كندور هذه هكا وكنزير يديا، كنجيب هادو كنجيبهم هكا وهادي كنجيبها هكا كومسا. كنتاكدوا اننا الورقه ديالنا راه ما غاديش الحشوه ديالنا ما غاديش تخرج، يعني بحال كنثبتوا هذاك القاعده ديال بحال هكا. دونك هنا غادي ندوزو باش نديروا ليها ديكور ديالها بحال هادو. كناخذ الورق ديال النوري، هادو الورق ديال النوري هو هذا اللي كنديروا فيهم لي سوشي، وهذا الورق ديال النوري. كنقطعهم هكا دي بونت، غادي نجي هنا غادي نحطها بحال هكا، غادي ندير ليها شويه ديال البيض باش نلصقوها على حنا. كنلفو وكندورو بحال هكا. كناخد عاوتاني شريط اخر، وكندورو على لينيم ديالنا كاملين بحال هكا كتجينا بحال هكا. دونك نكمل انا الكيمياء اللي عندي ولا نعاود معكم وحده اخرى هكا. وهادو ملي كيتقلاو راه كيتقدموا مع الصلصه ديال الصوجه ولا صلصه ديال اي صلصه كتفضلوها. هكا كنثبت الحشوه هكا لداخل، كنزير وكنجي هنا كندوز هاد الجنيبات هكا، كندير البيض بغيتو تخليهم هكا خليوهم، بغيتو دوزوهم في لابانور
دوزوهم في لابانيوغ، سوا تكون ديال لابانيوغ ديال اما ديال بونكو ولا اي شابلوغ عندكم. حتى الكنافه راه كتجي بها زوينه، انا غنشوف الى عندي مازال الكنافه غنوريكم واحد شويه كتفرتت. كنحطو هادي هكا وكنبقاو ندورو بحال هكا. كنجيب شريط اخر كيجي فيهم حتى المذاق مبدل. صافي هكا بحال هكا نكمل هذا اللي عندي وندوزو ديك الساعات باش غادي نقليوه. هنا كناخذ الكنافه ديالي، ها هي كتفرتت دغيا رقيقه كتجي زوينه، كتجي فيها واحد القرمشه زوينه. كناخذو البانسو كندوزو على ما محتاجينش نغطسوهم، الا غطستوهم كيهزو لكم البيض بزاف. غير هكا بالبانسو كتحاولوا كتدوزو كلشي. وكنحيدو هادو اللي كيكونوا لاصقين. صافي وكنحطوهم هكا وكنكمل الكمية كلها. اولا بغيتو ديرو ليهم لابانيغ ولا تخليوهم سامبل اللي بغيتو نتوما كتبدعو في هادو ديالكم في هاد لينيم هادو. وكيتقدمو في الطاوله ديال رمضان النهار اللي كيكون فيه بنادم داير سوب شينواز ولا داير داكشي كله اللي كيكون فيه الحوت اولا فيه هذا، كيتقدمو الطاويله ديال هذا. دونك نجمع هادشي ونقليهم ونطلق. انا كندوزو كنديرو لينيم ديالنا كيتقلاو بحال هكايا، ما تخافو من والو، راه ما غادي يتردقو ما غادي يتحلو ما والو، تبارك الله كيبقاو غزالين وزوينين. صافي وديك الساعات غادي نقدموهم بالصحة والراحة. الطبيلة ديالنا البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال لينيم اللي درنا هكا بالخضر وبالكروفيت والدجاج، فيهم حويجات زوينين وكيجيو بنان 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 بواحد الدرجه ما تصوروش البنات. كتعرفوني كنعطيكم شي حاجه اللي هي دائما سير، وكيكون هذا هو الشكل النهائي كما كتشوفوا معايا. انا قليتهم هانتوما شفتوا راه ما كيشربوا لا زيت لا والو. هذا اللي درنا بالكنافه، هذا خليته سامبل باش تشوفوا حتى المنظر ديالو كيفاش كيجي. وهادو اللي درنا بورق النوري كنسربيوهم مع صلصه الصوجة مع شليده مع اي حاجه كتسربها كلشي كيدوز زوين. نخليكم دابا باش تشوفوا معايا، غادي نقسم معكم وحده باش تشوفوا كيفاش غيجي الشكل ديالها. غادي ناخذوا لي سيكار ديالنا وغادي نقسموهم بحال هكا باش ملي كيكون عندنا هكا شوف كيبقاو اللوينات هما هما وكيتسرباو بهذه الطريقه هذه بحال هكا. سمعوا لي القرمشه كيفاش دايره. دونك شوف كيجيو تيحمقوا والبنه ما نعاودش لكم كلهم كيجيو تقدا وحده. سمعوا لي القرمشه نتمنى ان الوصفه ديالي تعجبكم وان شاء الله تجربوها في هذا الشهر الفضيل. وتنقول لكم الى اللقاء ان شاء الله في وصفه اخرى بحول الله.